أهلا بكم مشاهدين الكرام وجولة جديدة في عالم الصحافة المحلية والعربية والعالمية. الصادرة صباح اليوم البداية بالصحف المحلية ونطالع من الأخبار. السيسي تعزيز التعاون مع الخبرات الدولية لتوليد طاقة الهيدروجين الأخضر، تحويل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى مركز لوجستي عالمي لتموين السفن. إعلامي الوزراء الموازنة تواجه سيناريوهات الأزمات العالمية. ومن الجمهورية وزير المالية في المؤتمر الدولي، التمويل البديل 6% معدل نمو متوقع نهاية يونيو. غوتيريش يشكر الرئيس السيسي للسماح بتسيير رحلات مباشرة بين القاهرة وصنعاء. طلاب أولى ثانوي اختلفوا حول الرياضيات. خطوات المسائل استغرقت وقتا كبيرا للإجابة عنها. تلاميذ إعدادية القاهرة يفكون لوغاريتمات الجبر. ومن الأهرام إصدار الصكوك السيادية خلال أشهر. النواب يوافق على مواد قانون تنظيم الحج. دافوس يحذر من أزمة غذاء. وشكري يعرض رؤية مصر لمؤتمر المناخ. مصر تتابع جدري القروض عالميا وألمانيا تحذر أوروبيا. الزمالك تأهل لنهائي كأس مصر والأهلي في المغرب غدا. ومن اليوم السابع 1,000,000 فدان إضافة جديدة للرقعة الزراعية. زرعت عشرات الأصناف الاستراتيجية لسد الفجوة الغذائية. خبير تصديري من أنجح المشروعات ويدعم الصادرات. دعم نظم الحماية الاجتماعية في موازنة الجمهورية الجديدة. أسئلة امتحانات الثانوية العامة مؤمنة. وننتقل إلى الصحف العربية والبداية من الشرق الأوسط. تركيا تتمسك المنطقة الآمنة شمال سوريا. غضب فلسطيني أردني لاقتحام مستوطنين إسرائيليين الأقصى. الجيش الإسرائيلي وصل حملة اعتقالات في الضفة. المنفي يتعهد مجددا بإجراء انتخابات حرة وشفافة. ومن الاتحاد الإماراتي الرئاسي اليمني، نعت الحوثي تعنت الحوثي وعرقل تمديد الهدنة. واجتماع أممي لبحث أولويات الاقتصاد في اليمن. توافق ليبي على دعم المسار الدستوري وإعادة الاستقرار. روسيا العقوبات الغربية وراء أزمة الغذاء العالمية. الصحة العالمية وقف انتقال عدوى جدري القرود ممكن. ونقرأ من اللواء اللبناني، دري مطمئن لمجريات الجلسة الأسبوع القادم. وإرباك في بعبدة. الانتخابات أوصلت نواب تغييريين ولم تفرز زعامات سياسية جديدة. كتبت أيضا، عضو بالكنيست يحذر من حرب دينية ردا على التحركات في القدس. أوكرانيا تقر بصعوبة متزايدة في دونباس. استعداد روسي للتفاوض. ومن عناوين صحيفة عمان العمانية، قوات الاحتلال ماضية في فرض الوضع القائم بالحرم القدسي. المرصد الأورو متوسطي 20 مليون يمني يعيشون في فقر مدقع. الأمم المتحدة 100 مليون نازح حول العالم. روسيا تدرس خطة السلام الإيطالية. زيلينسكي يطالب منتدى دافوس بتزويد أوكرانيا بالأسلحة. ونتحول إلى الصحف العالمية ونطالع من نيويورك تايمز الأمريكية. استقال دبلوماسي روسي وانتقاد علنا العملية الروسية في أوكرانيا. الرئيس الأوكراني يحث القادة السياسيين ورجال الأعمال في دافوس على المضي قدما في معاقبة موسكو. بايدن يتعهد بالدفاع عن تايوان إذا تعرضت لهجوم من الصين. الرئيس الأمريكي يبتعد عن الغموض الاستراتيجي. ونبقى مع الصحف الأمريكية وصحيفة واشنطن بوست. زيلينسكي يحذر من أسابيع صعبة في انتظارهم في دونباس. والاتحاد الأوروبي يقترب من اتفاق حظر النفطي.
سجن جندي روسي مدى الحياة في أول محاكمة لجرائم الحرب في أوكرانيا. جهود إصلاح الشرطة الأمريكية تتوقف مع اقتراب الذكرى الثانية لمقتل جورج فلويد. ومن صحيفة الاندبندنت البريطانية، صور لبوريس جونسون تظهر احتفاله في حفل الإغلاق. اتهام رئيس الوزراء البريطاني بالكذب على مجلس العموم بشأن 13 نوفمبر. الولايات المتحدة تطلق لقاح جدري القرود من المخزون الوطني مع ارتفاع حالات الإصابة في بريطانيا. ومن صحيفة لوموند الفرنسية، بسبب تايوان الصين تتهم الولايات المتحدة باللعب بالنار. تسريب آلاف من الوثائق من الشرطة الصينية في شينجيانغ حصلت عليها الصحيفة، تكشف عن القمع ضد أقلية الإيغور. هجوم إرهابي يقتل 30 شمال شرق نيجيريا قرب الحدود مع تشاد، وإلقاء مسؤوليته على تنظيم داعش. ومن أبرز التصريحات التي جاءت في صحف اليوم، نطالع من الأهرام. وزير الشؤون الاستراتيجية البرازيلية: علاقتنا قوية مع مصر ولدينا رغبة في فتح أفاق جديدة للشراكة. ومن الشرق الأوسط: فاجئ الهدم، وزير شؤون القدس: لا نعترف بقرارات الاحتلال ولا صلاحية المحاكم الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها العاصمة القدس الشرقية المحتلة. ومن نيويورك تايمز الأمريكية: الرئيس الأمريكي جو بايدن: سأتخذ خطوة لحماية تايوان، لم أكن مستعدا لاتخاذها بشأن أوكرانيا. وبعيدا عن السياسة، كتبت صحيفة القبس الكويتية: كشفت منظمة الصحة العالمية أن تلوث الهواء الخارجي يتسبب في 4.2 ملايين حالة وفاة كل عام، وأوضحت أن ما يقرب من 1 كل 5 حالات وفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية ناتجة عن تلوث الهواء، الذي تم تصنيفه على أنه رابع عامل خطر رئيسي للوفاة بعد ارتفاع ضغط الدم والتدخين وسوء التغذية. ومن صحيفة ديلي ميل البريطانية: اللعاب يكشف السرطان قبل الإصابة ب10 سنوات. نجح باحثون في ابتكار طريقة لفحص الإصابة بالسرطان من شأنها التنبؤ بحدوثه قبلها ب10 سنوات. واعتمد الباحثون على تجربة أجريت على 2500 امرأة ومتابعتهن لمدة 10 سنوات، وأظهر الاختبار احتمال إصابة النساء في المستقبل بدقة تقترب من 50%، وينبغي عليهم تناول أدوية للوقاية من المرض. وصلنا مع حضراتكم إلى ختام هذه الجولة الصحفية، نعود ونلتقي على رأس الساعة في أمان الله.